السلام عليكم. زار والي ولاية جيجل مركب لتحويل المواد الغذائية يعني الخضر والفواكه، وليعد واحد من أكبر المركبات في إفريقيا والأكبر في الجزائر. يزن مركب جيماغرو هذا اللي مختص في تحويل المنتجات الفلاحية إذن من خضر وفواكه، والأشغال ما زال جارية فيه، لكن انطلق في إنتاج أو تحويل مواد زيتية مثل زيت الزيتون، الآن في انطلاقة ومراحل تجريبية لتحويل زيت الزيتون في انتظار الإتمام تاع المشروع الضخم هذا اللي كما قلنا يعتبر واحد من أكبر المركبات لتحويل المواد الغذائية في إفريقيا والأكبر في الجزائر. إن شاء الله تكون هذه المركبات سوف تساعد أكيد يعني المنظومة الغذائية العامة في الجزائر، وكذلك سوف تعزز الأمن الغذائي للجزائر، وإن شاء الله تكون فيه رقابة، خاصة رقابة طرف الدولة، لأنه هذه مواد غذائية والمرحلة تاع التحويل هذه فيها دي ريسك، يعني لازم تكون مراقبة يعني قريبة جدا بهذه المواد اللي سوف تحول من يعني حالة طبيعية إلى حالة المواد المعلبة، أو بإضافة مواد كيميائية يعني المحفظات والملونات، يعني فيه عملية لازم تكون فيه مراعاة للمقاييس المعمول بها في المواد الغذائية. إذن خليكم تتابعوا الفيديو حول هذا الموضوع وتعرفوا على هذا المركب الضخم في مدينة جيجل في المنطقة الصناعية كوتاما بمدينة جيجل. إذن خليكم تتابعوا الفيديو حول هذا المشروع الضخم، والسلام عليكم. Thank you.